عندما يقول الرئيس ترامب أن إذا بدأت السرقة سيطلق النار، هذا يعني هذا الكلام مرفوض تماما، لأن إذا كانت هناك سرقة يجب توقيف السارق، لا يعني قتله بدون إنذار، فهذا انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان. لكن بصفة عامة الأمر يتعلق بنظام مؤسسات الشرطة الذي لا يعطي نفس القيمة لجميع المواطنين، والنتيجة هي تضحية بأرواح الأمريكيين السود. الانتهاكات اليومية منتشرة لا سيما ضد السود، وآليات محاسبة عناصر الشرطة على الانتهاكات لا تؤدي إلى شيء يذكر، والنتيجة هي تشجيع الشرطة على التصرف بدون مراجعة. هناك خلل في النظام الجنائي كما قلت سابقا، وكذلك في يعني المنظومة المجتمعية في أمريكا، لأن المجتمع الأمريكي مقسم بشكل هرمي تبعا للعرق، وهناك يعني عدد غير متناسب من السود والأقليات الأخرى الذين يعيشون في يعني مجتمعات ومناطق حضرية أقل دخلا. وأحد أبرز أدوار الشرطة هو الحفاظ على هذه الهرمية العرقية، وهذا طبعا خلل أساسي في النظام المجتمعي الأمريكي، ونحن هدفنا هو توثيق هذا الخلل ويعني المزيد في اقتراح الحلول لإصلاحه. وطبعا ما يقول تريدون ترامب ليس أبدا من الحلول.